عزيزي عزيزتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. الترس اليوم مهم جدا جدا جدا، هو ماشي غير مهم، او ميم طون طلب معد مدين محمد كيقول لي الاستاذ تحياتي على الدروس القيمه، الله يحفظك ابا محمد. وكيقول لنا كنتمنى دير لينا واحد فيديو على لاربيتش. واخا ابا محمد، هاد لاربيتش هو ليك ولجميع المتتبعين واللي بغاو يتعلموا البيانو، هاد الدرس مهم بزاف. لي زاربيتش هما الاصل ديالهم جا من كلاسيك، بكري كانوا كيلعبوا اغاني على شكل كلاسيك، ولكن من بعد ولا لاربيتش كيتلعب في الموسيقى عامه. يلا هو تستافدوا معانا تسويت alors les arpèges. Les arpèges huma ce sont des accords غير بالعوبين ميلوديك. انا غادي نوريكم مثلا كما كنعرفوا ان اكور دو، ملي كنقول لكم دو يعني دو ماجور، حتى كنقولوا مينور عاد كنسميوها. ما عليناش، غادي نبداو بتروازا كور اللي هما دو افا سول، ورجعوا دو. غادي نلعبوهم تخواسون يكونوا اكور سامبل. كما لاحظتوا معايا لي نوت كيتحطوا كلهم او ميم طون، هادو كيتسموا دي زاكور سامبل. الوغ الاربيتيو لا علاقة معها، اربيتيو كنلعبو لا ميم شوز غير هما كنلعبوهم على شكل ميلوديك. لاحظوا معايا هادو كيتسماو لاربيتشو، وكيف ما لاحظتوا معايا لاباس كنحطها ديما في الان وعاد كنلعب لاربيتشو 3 et 4 1 2 3 et 4 1 2 3 et 4 1 3 et 4. بزاف الاغاني هما ملعوبين بالشكل اربيتيو. نديرو مثلا اغنيه ديال اليسيا كيس اللي سميتو فالن، هالاغنيه تاع اليسيا كيس بالعوب كله اربيتيو. اوكي دابا غنحاولوا نلعبوا لي ميم اكور اللي هما دو فا او سول، غادي نلعبوهم بدوبلين. لاحظوا معايا قلنا 1 2 3 et 4، دابا غادي نلعبوهم دوبلين.
c'est le même rythme et c'est le même tempo rhéroma les arpèges doublés. OK, كاين بزاف ديال الاشكال تاع لي زاربيتيو. كاين مثلا هذا اللي لعبت لكم دابا سي بالاد. دابا غادي تشوفوا كيفاش كيتلعب لاربيتيو ديال سلوغوك. واحد الملاحظه بزاف الناس كيتحابهم سلوغوك هو اغوك هو سلو. لا سلوغوك هو اسم ديال واحد الريتم اللي كيكون تون تا 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 انا غادي نوريكم توت سويت لو سلوغو كيلعب 1 2 3 و 4 اوكي دابا لعبنا لي زاربيتيو بثلاثه ديال الاصوات دابا غادي نحاولوا نلعبوهم باربعه ديال الاصوات غادي نلعبو دو باغي نلعبوها شنايا غادي نلعبوها من الصول سيتادير زدنا صول الفا او ليو نلعبو هنا غادي نزيدو الله هنا Au sol. On va dire au do. C'est-à-dire le do et l'octave de là. On va dire que nous allons jouer balade. 1, 2, 3 et 4. لعبناها بكات صون لا ميم شوز سلو روك 1 2 3 اي 4 دابا غادي نزيد لكم واحد الريتم مثلا ان بوليرو ماشي بوليرو ديال جيبسي كينغ وماشي بوليرو ديال رافائيل هذا بوليرو فحال بيجين هو كيتلعب فحال هكذا اوكي دابا غنديروا ليه لي زاربيتيو دابا غادي نلعب لكم هذا الشيء بلو ريتم 1 2 3 اي 4 دابا غادي نلعبوها دوبليا 1, 2, 3 et 4. Donc, on va laisser d'abord le tempo style ou on va laisser slow rock. 1, 2, 3
et 4. دونك فوالا كيما لاحظتوا معايا القضيه سهله بطبيعه الحال سهله هما سيسون غير ديزاكور كيتلعبوا بشكل ميلوديك يعني لاربيتيو ومن ناحيه اخرى واعره علاش حيت هما كيخصك تلعبهم في الميزور يعني تلعبهم مع التيمبو يعني خصك تجيبهم الدوس ولا كنتي كتلعبهم وزقلتي واحد النقيشه ديال الميزور هزك الماء وضربك الضو فلهذا كيخصك ولا بد لونترينمون او لونترينمون وغادي تجيبها لاصقه فوالا با محمد كنتمنى تكون استفدتي معايا وماشي غير انت الناس كاملين يكونوا استفدوا معاك وفي هذه اللحظه كتنتهي هذه الحلقه والى الحلقه القادمه ان شاء الله.